بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل اليهود في وقتنا الحاضر يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم؟ الله وصفهم بهذا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الله وصفهم بهذا، ولم يقل اليهود في وقت كذا وكذا، بل أطلق سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب يعرفون الرسول في كل عصر وفي كل جيل إلى أن تقوم الساعة. نعم.